صحيح. يعني كان هناك سيادة العميد، كان هناك أنباء إنه مصر خلاص سحبت إيدها، وإنها لن تستمر في التفاوض مع الطرفين، لأنها أولا غاضبة من يعني إسرائيل للتصعيد الإسرائيلي، وإنه إسرائيل لا تريد وقف عملية الاغتيالات. وكان هناك زي ما برضو عرفنا من بعض الأنباء يعني كذا أوفر أو كذا يعني مسودة اتفاق. هل فعلا كان في عدد من مسودات اتفاق؟ هل مثلا شلنا لفظ الاغتيالات باستهداف الأفراد؟ معلوماتك ايه؟ يعني اعتقد ان عمليات التفاوض والوساطه يجري فيها هذه الامور التي تتحدثين عنها حضرتك، امر بيبقى شاق للغايه، حديث مع طرفين، حديث تحت النار، الاشتباكات والضحايا كانوا يسقطون على مدار الساعه اثناء عمليات التفاوض وتوفيق وجهات النظر ومحاوله فرض شروط طرف على طرف اخر، وتراجع من الجانب الإسرائيلي في كثير من الأحيان. أعتقد التحفظات المصرية كانت حاضرة من اللحظة الأولى، كانت مصر تريد أن تخرج باتفاقية تحمي الشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني والأرواح الفلسطينية. وأظن أننا عندما نصل إلى هدنة وإلى وقف إطلاق نار بهذه الصيغة، فأظن أن الهدف المصري قد تحقق أخيرا، لكن تظل أن هناك عمل شاق قد بذل. توفيق وجهات النظر والخروج باتفاقية تنص على أنها جاءت بموافقة الطرفين، إذن الطرفين وضعا على أنفسهما هذا الالتزام على الأقل أمام الدولة المصرية التي تراقب هذا الوضع عن كثب وتحذر من أي خرق لهذه البنود كي لا تعود الأمور إلى نقطة الصفر، وهي حريصة على ألا تعود على هذه الشاكلة مرة أخرى. مسألة تغيير الصياغات أو توفيق الصياغات وفق ما تصل إليه النتيجة النهائية، هذا أمر مقبول وأمر أيضا يدل على براعة المفاوض المصري والوسيط المصري وإلمامه الكامل بكل تفاصيل ودقائق وتعقيدات مثل هذا الصراع التاريخي. ليست هي المرة الأولى التي تقوم مصر بعمليات وساطة ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي طبعا. هي تريد أن تنجز منجزا حقيقيا على الأرض، لا علاقة له بالأكلاشيهات الإعلامية عفوا هنا أو هناك، لكن هي تريد عملية مستدامة على الأرض. وأظن أن هذه الصيغة انتزعت أيضا النجاح في هذا الهدف، وهذا يحسب إلى الجانب المصري دون شك.